نتيجة المسابقة الشعرية شعر المليون أثارت حفيظة الملايين وخصوصا مناصري الشاعر السعودي ناصر الفراعنة. الهيرة سبرم التميمي هو شاعر المليون. منذ هذا الإعلان طويت صفحات منافسات الموسم الثاني للمسابقة الجماهيرية للشعر الشعبي شاعر المليون، وفي ذات الوقت فتحت مجلدات من الجدل حول تلك النتيجة. اقطري الهوية والقبيلة سلام ودار جدي سميرة والتميم انتمي. الغريب أن الكثيرين يتفقون على شاعرية وتميز قصائد الحاصل على بيرق المسابقة وهو القطري الشبرمي، لكن المؤشرات والحسابات تدل على أن الرابح الجماهيري الأكبر هو السعودي ناصر الفراعنة. جاي خصيصا للفراعنة، جيت عشان الفراعنة ناصر الفراعنة. نشجع الفراعنة والله. ناقتي يا ناقتي ما عليك من الخروج، صيحتين في قفا الذيب يقفاها العجاج. هذه القصيدة وغيرها رفعت شعبية الفراعنة لأرقام قياسية. فبمقارنة بسيطة نجد أن نتائج البحث عن اسم ناصر الفراعنة في محرك البحث الشهير جوجل تظهر حصوله على عدد من الروابط أكثر من تلك النتائج عن فنان العرب محمد عبده واللاعب السعودي الشهير سامي الجابر. أما في عدد مقاطع الفيديو على الموقع العالمي الشهير يوتيوب فكانت المقاطع الخاصة بقصائده تفوق تلك التي تخص الفنانة نانسي عجرم على سبيل المثال، بل وبفارق كبير جدا عن شاعر المليون في نسخته الأولى محمد بن فطيس. اثنان فقط أصاب الوزن، محمد الكعبي وناصر الفراعنة. الجزء الأول من النتيجة الختامية كان بيد لجنة التحكيم وجاء لصالح الفراعنة، أما اللغط فجاء على نتائج التصويت الجماهيري الذي وضع الفراعنة في المركز الأخير. شركات تشغيل الجوال في السعودية أعلنت أن رسائل التصويت ارتفعت إلى أكثر من مليون رسالة في الأسبوع الأخير من البرنامج، والمفاجأة ما أكده مصدر من القائمين على البرنامج للعربية أن التصويت جاء من قطر بأكثر 6 مرات من هذا الرقم. أثبت شاعريته وما قصر وحصل على المسؤولون عن البرنامج بدورهم اكتفوا بمتابعة الجدل الدائري حول برنامجهم، وربما بدأوا في الإعداد لمواسم جديدة منه وهم على قناعة بأن شاعرية أهل الجزيرة لن تنضب أبدا. صالح الثبيتي، العربية.